بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق، معاكم سالي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا ان شاء الله، مستنيه مكالماتكم واسئلتكم. ان شاء الله النهارده هنعمل كيكه التمر المقلوبه، وان شاء الله هنعمل كمان كفته الحاتي، وهنعمل باذن الله مسقعه طبقات، وان شاء الله سلطه الجرجير اللي بتبقى لذيذه جدا. طيب اقول لكم بقى على مقادير الكيكه. احنا بقى محتاجين شوية كيكات بقى، يعني كفاية بقى كحك وحاجات كده عملناها كتير، او كله عمل خلاص تقريبا يعني، فنغير شوية بقى يعني، نخش في كيكات بقى وحاجات مختلفة. واكيد عندنا برضو تمر في البيت، فالتمر ده نقدر نستغله كويس جدا. هيبقى معانا 125 جرام بقى للكيكة نفسها، 125 جرام زبدة تكون طرية، 125 جرام سكر ابيض او بني، بيضتين، 125 جرام دقيق ابيض. لو لاحظتوا كله تقريبا زي بعض. انا عشان اعمل الكيكه دي اللي قدامكم دي عملت ضعف الكميه، يعني عملت ربع كيلو زبده، ربع كيلو سكر، اربع بيضات، وربع كيلو دقيق ابيض. طيب بس انتوا ممكن تعملوه على صغير، يعني مقاس صغير، يبقى مقاس يعني 22 تقريبا، وتبقى رفيعة لان هي كيكة دسمة، الزبدة فيها عالية. هقول لكم بالكوبايات، 125 جرام زبدة يعملوا اكتر من نص كوباية بشوية، السكر برضو اكتر من نص كوباية بشوية، والدقيق يعمل كوباية، مش يعني كوباية بس مش مليانة، يعني عادية كوباية، يعني مش مليانة قوي، كوباية عادية بس. ومعانا معلقه صغيره بيكنج باودر وفانيليا وقرفه وحبهان بودره ورشه ملح وتلات كوبايات تمر بقى مقطع. طيب احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه هنحط الزبده، ودي هنضربها مع السكر. هي الوصفه دي قوامها تقيل شويه عشان كده مش حاطه الخفاقه، وساعه ما نضرب ده بقى هنروح منزلين ايه، هنروح منزلين في القالب نفسه نجهزه التمر. هندهن، انا دايما بفضل القوالب فاتحه لما نيجي نعمل الكيك علشان ما بيوصلش الحراره بسرعه للكيك، وبيظبط كله بيستوي مع بعض. في القوالب الغامقه دايما الاطراف هي اللي بتسود بسرعه، بتوصلها الحراره، والنص يكون معجن ما بيلحقش يوصله الحراره، الا لو حطيناه بقى على صينيه ما عليناش الفرن قوي كده، يعني لازم لها بقى يعني معامله خاصه الصواني الغامقه. الغامقه اللي هي ايه مثلا؟ اللي هي بتبقى مطليه اسود، او اللي هي بتبقى لونها كمان زي مثلا حتى السيراميك، حتى الازاز، البايركس، كل ده بيوصل الحراره بسرعه جدا. الحاجه الوحيده اللي ما بتوصلش الحراره بسرعه هو الالومنيوم، حق يتقال. لكن صحيا لا، صحيا مش شرط يبقى احسن حاجه خالص. طيب احط البيض، معانا سجا، سجا. الو، ايوه يا سجا، ازاي؟ كامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انا بحبك قوي، عايزه اكون معاكي في البرنامج. يا حبيبتي حاضر، ان شاء الله بعد رمضان هيبتدي يبقى في اطفال معايا تاني. حاضر، هسيبك لولاء علشان تسيبي بياناتك ان شاء الله. انا حطيت فانيليا قرفه، اللي عايز يحط بقى حبهان يحط، بيليق جدا مع الايه، نزود شويه، بيليق جدا مع كيكه التمر. نحط بقى بعد كده الدقيق، وعليه طبعا البيكنج باودر اهو، ما ننساهوش. معانا ياسمين. الو، ايوه، ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله. عامله ايه يا ياسمين؟ الحمد لله. عايزه المعالق ايه؟ حسن، كويسه؟ الحمد لله. قولي لي، صايمه؟ اه. طيب قولي لي، عندك اي سؤال؟ اه قوليلي. يعني ايه السؤال اللي عندك؟ يعني كنت عاوزة
مش عارفه اسافر ازاي، وكل ما اروح من منطقه في منطقه تانيه تلاقيها اتعملت معايا. عايزه ايه؟ ما فهمتش. لا ما سمعتش حاجه خالص. طيب اوكي، دلوقتي انا خلطت كله، شايفين قوامها تقيل ازاي معانا وقليله زي ما بقول، فانتوا لو عايزين تعملوا الكميه دي تعملوا الضعف. احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي نجيب الصينيه نحط تحت بقى نرص. انا دهنتها طبعا الصينيه دي، بحط من تحت بقى التمر، انصاص التمر بنبتدي ان احنا نرصها كده، اللي احنا شايلين منها النوى من تحت لان ده اللي هيبان معانا. طيب انا هكمل رصه بس عايزه اوريكم شكله عامل ازاي عشان نتخيل الكيكه شكلها عامل ازاي برضو، ونكمل بقى اهي بيبقى شكلها عامل ازاي. اهو باين التمر، شايفينه ده بقى نعمله ازاي كده؟ ان احنا الطريقه اللي انا بعملها دي، وش التمرايه اهو، وش التمرايه يبقى هو اللي تحت، هما كلهم متشال منهم النوى ووش التمرايه هو اللي تحت. ما شاء الله التمر ده صغنون جدا الحقيقه، اصغر تمر شفته في حياتي. هنرص ساعه دلوقتي وبعدين هنروح منزلين عليه الايه العجينه. بس هيخش الفرن على كام بقى؟ هيخش الفرن على 180 درجة بس كده. شايفين وصفة بسيطة جدا، أجمل الوصفات هو وصفات الكيك، بتبقى أحلى الوصفات، سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة متعبة خالص. اللي ما عندوش عجان ينفع كويس جدا، الزبدة تبقى طرية ونضربها مع الايه مع السكر وننزل البيض كله عادي بمضرب البيض، يعني مضرب البيض او حتى المضرب السلكة دي او حتى بالمعلقة مفيش مشكلة. ولو الزبدة سالت منكم برضو في الكيك ما بيبقاش فيه مشكلة قوي، اهم حاجة بس البيض ما يبقاش ساقع من التلاجة عشان ما تلاقوش الزبدة خرزت منكم. بس كده بس. واخر حاجة بقى بعد ما ايه تخرج من الفرن، احلى حاجة ندهنها بشوية مربى، هوريكم بقى بيبقى شكلها حلو جدا جدا لما تدهن بالمربى. يا ويلاق ما لقيتوش اصغر من كده، جبتوه منين التمر ده؟ جبتوه منين ده؟ ده ايه ملي؟ بيبي خالص اهو. الحمد لله يا رب خلصنا. ننزل بقى دول زي ما اتفقنا، ده نص الكمية اللي انا عاملاها دلوقتي معاكم، بس عشان انا يعني بحب كده الحاجات تبقى كده باينة قوي فروحت مضاعفاها، لكن انتوا مش لازم تضاعفوها، وممكن تعملوها كمان في حاجة تبقى رفيعة يعني تبقى قالب مستطيل وتبقى رفيعة برضو تبقى حلوة جدا، تبقى عاملة زي الحاجات الخرطات كده تتقطع كده مكعبات مش لازم كيك. بس نقلب اللي تحت ده كويس عشان كله يكون متقلب. بس وننزل بقى واحدة واحدة. لا هتغلبني بقى لحظة. عارفين احسن حاجة نحطها في كيس حلواني نروح ضغطينها تبقى سهلة جدا. اوريكم. طب نعملها سوا بقى عشان ايه تبقى ايه اللي انا بقوله يبقى نشوفه عملي. ناخد كيس حلواني بدل من المعلقة، معلقة معلقة هو ممكن جدا بالمعلقة ونفضل بقى ايه ننزل، لكن دي بقى الطريقة تبقى اسرع كتير وانضف كتير جدا في الشغل. واروح حاطه في كيس حلواني كده ومنها ما اجيش ناحيه الاطراف خالص، يعني مش هتعمل مني. نخلي بالنا دايما الكيك اطراف ما نعملش حاجه فوق عشان كل ده ممكن يتحرق، لازم كله يبقى متساوي مع بعض. خلاص باخده بقى كده
اتمنى تكونوا جربتوا البيتزا. هو يعني جربت قبل كده كتير، بس الناس اللي ما كانوش شافوا امبارح حلقه امبارح عجينه حلو حادق الفوريه، تكونوا جربتوا بيها البيتزا، وينفع يتعمل بيها حاجات كتيره جدا زي عملنا بيها العيش الشامي، دخلنا الفرن وبينفخ زي العيش الشامي بالظبط، وعملنا بيه عيش الصاج، وعملنا بيه قبل كده كذا حاجه، عملنا بيه الباتيه، عملنا بيه فطاير اشكال، والحواوشي، حاجات كتيره قوي حلو حادق الاثنين. خلاص باخده بقى كده واضغطه ونفتح من تحت. هننزل دي على طول ونروح فاصل. اهو مش فتحه صغيره قوي، واروح بقى نازله نضغط بس كله عشان مش عايزه حاجه تتبقى بقى هنا في الكيس الحلواني، واروح نازله بقى. بصوا بقى من غير ما اسحبها لفوق علشان ما اسحبش معايا التمر. بس كده فيها لسه شويه هنزله. نروح احنا بقى الفاصل، انا هدخلها الفرن على 180 درجه بس لغايه ما تستوي معانا، بتاخد تقريبا نص ساعه. الحجم ده ما بيطولش خالص لان ده قليل زي ما احنا شايفين، مش كتير فمش هيطول معانا خالص، فهي يا دوبك نص ساعه. بس شايفين اهو بنظافه جدا في النص ولا حاجه. نروح ندخلينها بقى الفرن 180، نكون سابقين بتسخين الفرن عشان يبقى متوزع الحرارة صح. نروح بقى الفاصل ونرجع نعمل مع بعض كفتة الحاتي ومسقعة الطبقات ان شاء الله. من الفاصل، وانا بس الكيكه بقى دي هدهنها. احنا زي ما اتفقنا ندهنها مثلا بمربى، بس مربى تكون متصفيه بقى علشان ما يبقاش في حتت معانا، ف يعني حتى لو قمر الدين تقيل ينفع جدا مفيش مشكله، هي بس تديها لمعه حلوه بتفرق كتير قوي لما الواحد بيدهنها، زي كيكه التفاح مثلا اللي كان تفاحة الوش، تبقى جميلة جدا لما بتدهن، تفرق كتير قوي اللمعة دي، بتفرق كتير. في طريقة تقديم مختلفة، ميبقاش كله بكريمة او كله يعني بصوص شوكولاتة او كده، يبقى حاجة مختلفة. اللي بيبقى حلو قوي للكيك برضو اللي هو بيبقى سكر بودرة مع شوية عصير مثلا، بيبقى جميل قوي قوي قوي. خلاص نسيب الباقي على جنب علشان اقدر اعمل بيه لما تطلع ان شاء الله. نحط على ده بقى كمان عين جمل، مش يعني مش هرص كل العين جمل، هحط بس عين جمل كده كم واحده كده عشان مغطيش بس على شكل التمر. بس دي تبقى كيكة بسيطة جدا وطعمها مختلف لان هي ما فيهاش لبن، هي المفروض قريبة قوي من حاجات الستايل التارت شوية، عشان كده ايه انا بس عاملة الضعف، انتوا اعملوا كمية واحدة وعلى قالب صغير عشان ايه تجربوا شكلها، وممكن في قالب تارت كمان يبقى شكلها حلو جدا. نحط دي بقى، انا ناسية واحدة، نحطها هناك ونعمل بقى ايه كفتة اهي. نعمل بقى الكفتة، اقول لكم على مقادير الكفتة، كفتة الحاتي معانا لمقادير كفتة الحاتي اللي هي دسمها اقل ايه بقى، نص كيلو لحمة مفرومة قليلة الدسم بس مش منزوعة الدسم عشان الكفتة لازم يبقى فيها شوية دسم، بصلة مفرومة ومتصفية من المية،
معانا ميه البصل هنحتاجها بعد كده، كزبره ناشفه، قرفه، جوزة الطيب، توابل كفته، ملح وفلفل، ومعانا بقى 2 شريحه توست اسمر او معانا عيش بلدي. خلاص انا بقى اهو هاخد العيش البلدي. العيش ده انا مش هستخدم التوست الابيض، العيش البلدي ده هو ماله صغير قوي كده؟ معقول انتوا جايبينه منين ده؟ طيب ماشي خلاص ما علينا، احسن. لا لا احسن احسن، العيش بيتخن جدا. لا لا انا مع ان العيش ما يبقاش كتير، علشان لا ان الواحد ياكلش عيش كتير. العيش من الحاجات اللي انا بخاف منها قوي للصحه بصراحه، بتطخن جدا وبتحوش ميه في الجسم ومش كويسه، بس هي مهمه بصراحه شويه في الكفته، علشان مهمه في الكفته علشان ايه؟ علشان اترن لما بقول لحد تاخدوا ربع رغيف يقولي ربع رغيف، ربع رغيف قد الكحكه قد ايه بقى؟ وبيزعلوا مني قوي. فاكرين غادة جميل لما كانت معايا في البرنامج وبعدين بقول لها على الفطار هناكل ربع رغيف، اتضايقت مني قوي. لا بكده كده يا غادة كلي رغيف فحر يعني ما تقلقيش خالص. نضرب بقى. حتى مش عايز يتضرب، مش عايز، زي ما هو، بصوا زي ما هو ما تغيرش قوامه خالص. طيب هنحط بقى مع البصل عشان يتفرم احسن شويه. ما فيش امل لا. اخيرا اخيرا في كده ايه بالظبط؟ شوف هو عايز بيقول الكبه مش عارفه تهضمه، تضربه، احنا هنهضمه ازاي؟ التوابل بقى اللي احنا قلنا عليها بتفرق كتير جدا معانا في الطعم. طيب نضرب تاني وبعدين ايه، انا يعني مش عايزه اضرب معاها اللحمه عشان مش عايزه اعملها زي الكبيبه يعني، بس ده ابقى ضامنه كله خلاص اتخلط واخده مع بعض بقى. خلاص كده ناخد بقى كله في بوله. بجد والله العيش من اكتر الحاجات اللي بتطخن حقيقي. فاكرين قصة مامتي اللي انا كنت حكيتها؟ ماما بتعشق حاجة اسمها عيش حبيبتي، ربنا يخليها لي يا رب، بس هي بتعشق حاجة اسمها عيش. الشعب المصري كله بيعشق العيش. قعدت اقول لها، قعدت كتير وهي عايزة تخس ومحتاجة انها تخس، وقلت لها يا ماما بصي يا ماما بجد ارجوكي بطلي عيش. قعدت كتير اقول لها الموضوع ده وهي مش قادرة، كل ما تشوفني سالي قولي لي اي حاجة تانية، مش قادرة ابطل عيش مش قادرة. اجي بعدها بشهور يا ماما ها بطلي العيش يا ماما، لا مش قادره مش قادره. لما جت في مره اقتنعت، قلت لها بصي يا ماما هما جربي اسبوعين اسبوعين بس، جربي ما تاخديش عيش فيهم، جربي هما اسبوعين يعني من عمرك مش هتخسري حاجه. بس بعد عناء بقى راحت قالت طيب يا سيدي حاضر هجرب يلا وامري لله. المهم راحت مجربه بقى، نحط بس ملح والفلفل كمان. قعدت بعدها سنتين مش عايزه تحط عيش في بقها من عشان حست بالفرق، حست بقى بقد ايه العيش لما ما بقتش تاخده فرق معاها بشكل رهيب رهيب صحيا. خست ما شاء الله جدا، بقت بتصحى بنشاط احسن بكتير جدا، بقت يعني صغرت شكلا ما شاء الله جدا. بتفرق قد ايه؟ بشكل رهيب
لا مش كل الناس زيك يا عز، هتتحسد. بيقول لي بصحى كل يوم باكل عيش قد كده وما بتخنش، في ناس كده طبعا، في ناس بس مش كل الناس زيك، يعني مش كل الناس زيك. لا العيش من الحاجات اللي بتخن جدا. انا بحس بفرق، انا اليوم اللي باكل فيه عيش احس بفرق على طول، ويعمل حموضه ويعمل يتعب، بالذات لو الجسم خلاص اتعود على انه من واحد ما ياكلش عيش. حقيقي الجسم لو اتعود خلاص على عدم دخول العيش، كله بقى عيش هتتعبوا منه لانه متعب جدا. معانا سيف، ما عدا طبعا شرايح العيش المشبعه اللي انا عملتها قبل كده دي، بقى جربوها تدعولي بجد اللي ما جربهاش. معانا سيف. الو يا سيف، ازيك؟ الحمد لله كويس، كل سنه وانت طيبه. أوه. رمضان كريم. الله اكرم، انت عندك كام سنه؟ 14. ما شاء الله عليك، عامل ايه؟ كله كويس؟ اه الحمد لله. الصيام عامل ايه معاك؟ كويس، كله تمام يعني؟ اه. بتساعد مامي ولا لا؟ اه. يعني لما بتيجي تجهز السفره كده بتساعدها وتحط ترص الاطباق والحاجه معاها، ولا بتسيبها تعمل وانت قاعد كده بتتفرج على التلفزيون؟ ساعات بس انا بطبخ معاها. بتطبخ؟ والله برافو عليك. ايه اكتر وصفه بتحبها من ماما؟ مكرونه بشاميل. المكرونه البشاميل. طب برافو، حلو. قولي بقى عندك سؤال. اه. ايه؟ انا كنت عايز اسال عن طريقه بتاعت كيكه بشوكولاته بس تبقى جوسي من جوه. كيكه شوكولاته جوسي من جوه. طيب حاضر، هقول لك على وصفه حلوه جدا. بصوا بقى، احنا بس عشان هنطلع فاصل دلوقتي. ميرسي جدا جدا على المكالمه الحلوه دي، ما شاء الله عليك، واضح انك بجد يعني كده 14، لكن في شخصيات بتبان من صوتها كده. ربنا يحميك لمامتك يا رب. طيب بصوا بقى، انا باخد كده حته واروح، ده انا نقعاه في ميه، بروح واخداه وابتدي بقى ايه ان انا ايه يا عز قول. اه ايه اللي بيفك منك؟ اللحمه يعني لما بتحطها على الشوايه بتفك منك، علشان ما حطيتش فيها حاجه تمسكها زي البقسماط او العيش. اهو برافو عليك يا شريف، برافو عليك والله، اهو رد عليك. ايوه بصوا بقى، في حركه بس حلوه دي. خليني عز قبل ما اروح لفاصل، بصوا بقى ركزوا معايا، ركزوا. ها شويه كده ميه بصل. نبتدي بقى. نبتدي بقى، بصوا بقى التشكيله دي بتبقى حلوه جدا، اللي هي ضغطه كده شايفين، استنوا نروح ضاغطين عليها ضغطه كده. الضغطات الايد دي بتدي شكل حلو، عارفينها الضغطات دي بتدي شكل حلو قوي. بس ونحطها في ايه؟ في صينيه، يفضل تكون مدهونه زيت. بس انا هكمل بقى القصه دي بقى، هكملها دلوقتي لغايه ما ايه ترجعوا لي من الفاصل. المهم ده هيخش على اعلى درجه حراره في الفرن، بعد كده هنروح حاطين لها فحمه خلاص. بس نروح لفاصل واكمل انا القصه دي لغايه ما ترجعوا لي من الفاصل. النهارده وهو استخدام الاواني اللي احنا بنطبخ فيها، انها تكون دايما حاجات طبيعيه زي الجرانيت، السيراميك، الازاز، الحاجات دي كلها بتبقى طبيعيه، او الفخار. لكن الحاجات المطليه اسود او بتبقى لونها صناعي باين عليها فضي اسود، الكلام ده كله ده بيجرح مع الوقت وبيبقى حاجات كيماويه وبتاثر على الاكل.
فنصيحة ان احنا دايما نلجأ للحاجات الطبيعية خالص نطبخ فيها احسن. هي دي كانت نصيحتي لكم النهاردة. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وانا اهو خلصت دلوقتي اخر واحده. انا معايا لسه فيه، بس اخر واحده تكفي معايا الصينيه هنا. ممكن الباقي ده بقى احنا ما نرمهوش، يعني نروح عاملينه برضو نكمل بقى على صينيه تانية، او نروح عاملينه بقى اي شكل تاني. يعني ممكن نروح مصبعينه برضو اي شكل تاني، زي مثلا هروح مصبعه عادي، او نعمله كور، او للاطفال تحب شكل الكور اكتر، يعني ينفع جدا ان احنا نروح عاملينه شكل كور عادي. خلاص طيب، انا ده هسيبه على جنب، هعمله انا كمان شويه عشان ايه نقدمه بالمره، و ندخل ده بقى الفرن. بس عايزين نشوف هنا ايه الاخبار، الكيكه ايه الاخبار. لسه شويه صغيرين، بس هي ابتدت اهي. تعالوا يلا اهو، شايفين فرشت اهو بنظافه جدا، مع ايه ما جيناش باي عشان عملناها بكيس الحلواني. طيب نبتدي بقى هنا على درجه اهو، ندخل فيها ايه الكفته، ودي لسه هنعملها الفحمه. معانا اميره. هاي سالي. هاي، ازيك يا اميره؟ انا متابعاكي وكل وصفاتك حلوه قوي. انا بس كان عندي سؤالين. اتفضلي. اول حاجه، انا ما لقيتش البراونيز المدخن من الدغه الويب سايت، اللي لقيته بس البراونيز اللي بالشوكولاته وبعين الجمل. اوكي. وتاني حاجه، في مطعم مشهور بالفرنش كده معناه مهرجان، مش عارفه دقتي عيش السرايا بتاعه، عليه بيبقى زي كريمه مش قشطه، مش عارفه ازاي بتتعمل، مش عارفه انت عارفه اللي اعتقد معموله كريم تشيز. كريم تشيز؟ اعتقد هي معموله كريم تشيز، لانها مش مسكره قوي ولا قشطه قوي، هي فيها يعني زي التشيز كيك شويه، صح؟ بس عليها ويب كريم ولا بس كريم تشيز؟ هي بتبقى لا كريم تشيز، ومعاها بيبقى شويه ويب، يعني بيبقى نص نص وعليهم سكر بودره، بس مش كتير بقى. اوكي. بس كده، وشويه فانيليا ما تنسيش. طيب بخصوص بقى ال 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 البراونيز المندغه، انا هبص، انا مش فاكره سميتها على الموقع ايه، بس هبص لك. لا حاضر. ولو ما كانش اجيب لك وصفه لبكره من عندي بقى، من اللي هي وصفات اللي انا كنت بعملها مخصوص لحماتي عشان هي بتحب المندغ جدا، فهقول لك عليها ان شاء الله بكره. اكتبي عندك يا ولاء، عشان القلم ضاع مني مش لاقياه، علشان ايه نفتكر بكره ان شاء الله. هنعمل بقى دلوقتي مسقعه. هتبقى مسقعه طبقات. انا معايا بتنجان مشوي خلاص جاهز، بقطعه بقشره كله وادهنه زيت وننزل بيه على الشوايه، بس كده. ومعايا بقى ايه كمان، هقول لكم المقادير بالظبط. معانا كمان، احنا معانا تقريبا شرايح طبعا كتير على قد ما نقدر. هنا معايا 30 تقريبا، ومدهونه بزيت زيت نباتي. معايا بقى معلقه زيت هتتحط على النار، بصله مفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه قليله الدسم، هنا بقى ممكن تبقى قليله الدسم جدا، ما فيهاش دسم خالص، مش زي الكفته. 4 حبات طماطم مكعبات، حبتين فلفل الوان مكعبات، وكوبايتين عصير طماطم، و3 معالق كبيره صلصه، ومعلقه خل، ومعلقه صغيره عسل ابيض تظبط جدا الطعم، وكوبايتين جبنه موتزاريلا للوجه، للي عايز يزود فيها توم ممكن، بس هتقلب اتجاه تاني شويه. خلاص هنعمل ايه؟ اول حاجه هنحط البصل. وطريقه التقديم بقى ليها طريقتين، يا اما بنرصه في قالب فرن وندخله طبقات وندخله يخش الفرن، يا يتقدم على طول. فاحنا هنعمل اللي هي هتخش الفرن. خلاص يبقى ندي تشويه، ما كنتش بشغلها اصلا. شغل بقى كده. وبعدين مدام اميره اللي اتكلمت دلوقتي، انا عارفه بقى هي دي اللي كنت قصداها كمان، اللي انا قلت عليها دقتها عند سلفتي، كانت بسبوسه وعليها الريد فيلفت وعليها بقى الكريمه دي.
حلوه جدا الكريمه عشان مش مسكره قوي وطعمها مختلف شويه عن القشطه، مش تقيله زي القشطه، وفي نفس الوقت طعمها زي التشيز كيك كده شويه، عامل يعني رابطه مع بعض طعم خطير جدا. يعني البسبوسه مع الريد فيلفت مع الكريمه دي عامله حكايه مع بعض رهيبه يعني بصراحه. بس انا مش عايزه اعمل حاجه بالريد فيلفت الحقيقه عشان منتشره جدا، كل حاجه معموله بالريد فيلفت دلوقتي فكفايه يعني. بس واحنا عملنا السويس رول بالريد فيلفت، الوصفه دي ينفع تستخدموها في اي حاجه عايزين تغطوا بيها اي حاجه، يعني عندكم بسبوسه اعملوا لها الوصفه بتاعت سويس رول الريد فيلفت اللي انا عملتها، فعلا بتبقى حلوه. طب على ما ده يسخن بقى شكله كده مطول، هبتدي انا شغاله اهو، هحط بقى زيت. بحبك انت يا عز وانت مهتم كده، يا سلام يا سلام. نحط الزيت من تحت. معانا ايه؟ الو، السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ الله يسلمك، الحمد لله. بحبك قوي يا شيخ. الله يخليك يا حبيبي، اتفضلي. عندك اي سؤال؟ عاوز اعرف طريقه الزبادي، بس يا ريت تجاوبينا عليها بسرعه. طريقه الزبادي؟ اه حاضر، شكرا على المكالمه. طريقه الزبادي بسيطه جدا، هقولك. حاضر، معانا التليفون. طيب طيب اسخن بقى عشان الحق اخلص. يا حمزه. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ حمزه. طيب يا فندم. وحضرتك طيب يا رب. كنت شايف الكفته بتعمليها دلوقتي يا فندم. اتفضل. معلش حاول الاتصال تاني. معلش. طيب هننزل بقى دلوقتي اللحمة المفرومة وننزل عليها ملح وفلفل. ونشوف الكيكة، لان انا شايفة هي المفروض انها خلاص الكيكة المفروض. انا هجرب بس بسكينة ونشوف كده. اهو بصوا طالعة معايا ايه، نظيفة، شايفين؟ يبقى استوت. برافو عليك يا عز، برافو، تسقيفة كبيرة. نطلع بقى الكيكة. اهي الكيكه، نسيبها بس تهدى وبعدين نقدر نقلبها. خلاص ريحتها تهبل. معانا ملك لغايه ما ده يسخن، انا هكور الكفته الثانيه، مش هسيب حاجه النهارده. معانا ملك. الو. ايوه، ازيك يا ملك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه. اتفضلي يا ملك. عايزه اعرف اعمل ازاي عجينه السكر او اجيبها منين. طيب حاضر، بصي تشتريها منين؟ في محلات كتير بتبيع حاجات مستلزمات الحلويات وبتتباع بالكيلو، الملونين بالكيلو بيتباعوا لوحدهم منفصل، او بتشتري اللي بالخمسة كيلو بتبقى بيضة وتلونيها. بس عايزة تعمليها بنفسك بالمارشميلو، احلى احسن وصفة اللي بالمارشميلو. شوفي الفيديو على يوتيوب وتقدري تعملي زيها. انا هنا بس مسحه زيت كده في الصينيه. نعملها بقى مدوره ولا نعملها ايه؟ طب تعرفوا بقى انا عندي فكره احلى. لا خلينا في اللي احنا فيه، مشكور شويه واطلع بفكره بقى خلينا كده. نعملها بقى دي كور كده صغننه عشان ايه الاطفال، مش لازم نصبع. معانا ادم. الو، ازاي حضرتك؟ اهلا يا ادم، ازيك؟ كويس. قولي يا ادم، عندك اي سؤال؟ هو ينفع تعمله براونيز؟ براونيز انا عملت براونيز على فكره، عملت اللي هي البيتزا براوني، عملتها في حلقه الاسبوع اللي فات. بس هقول حاضر على الوصفه دلوقتي، هقولها بسرعه.
الوصفة كانت 200 جرام سكر، 200 جرام زبدة، 200 جرام كاكاو المحلى، و200 جرام دقيق، وعليهم 3 بيضات وفانيليا ورشة ملح. دي طرية وحلوة وفي نفس الوقت جوه فدج، مش كيكة يعني. تخش الفرن على 20 دقيقة لمدة يا في ايه تخش الفرن على 200 لمدة 20 دقيقة بس كده، ل 25 حسب يعني. ماشي، اشوفكم بقى بعد الفاصل. انا هكمل تكوير ده بس واحطه في الفرن. اشوفكم بقى بعد الفاصل، يكون ده بس سخن معايا شوية. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا من الفاصل. احنا دلوقتي عصجنا اللحمه، ننزل بقى الطماطم وهننزل فيها فلفل الالوان. دايما الفلفل بيدي طعم حلو قوي مع العصاج برضو. وبرضو ما ننساش في العصاك ده رشة القرفة، رشة صغيرة جدا تفرق كتير جدا في الطعم. خلاص كل ده لسه هيخش الفرن تاني. نشوح 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 خلاص لغاية ما ينزل برضو طعمه. وبعدين في النص نروح منزلين الصلصة. لازم تتعرض للنار، لازم تشم النار كده. وبعدين نبتدي بقى ننزل عصير الطماطم. المسقعة دي مختلفة برضو شوية، يعني ليها طعم خاص جدا وجميل جدا، هيعجبكم ان شاء الله قوي، بس جربوه ان شاء الله هو يعجبكم بإذن الله. نقلب كويس، واخر تكه بقى بحط فيها ايه؟ العسل والخل. اللي عايز يحط معاها توم هتدينا طعم حلو جدا برضو، بس هتقلب على مختلف شويه عن الايه، عن اصل الوصفه. كميه الصلصه في ايديكوا برضو، كمية الصلصة دي في ايديكوا. بس هزود الملح والفلفل بقى، هزود الملح والفلفل، وهنحط العسل والخل اخر حاجة. اخر حاجة هنرصها فوقيه بقى ايه؟ الجبنة، بس مش هنا على يعني الطبقات. لما هنعمل الطبقات هنروح رصين بقى طبقات، وبعدين ايه زي كأن احنا بنعمل بالظبط المسقعة العادية، لكن دي مختلفة ان فيها الفلفل الالوان وتكاتها مختلفة، فيها الخل والعسل، وهينزل عليها الجبنة من على الوش. بس طبعا ده برضو ياخد شوية وقت معاكو على النار، يعني مش منسرعش. نبتدي بقى ناخد كده اهو ونبتدي بقى نرص. ننزل، انا رصيت طبقه تحت من البتنجان خلاص المشوي، احنا مش عايزين نحمر. التحمير ده زي ما اتفقنا خلاص ان هو بيسحب زيت كتير جدا، عامل زي السفنجه، فبناخد كم من السعرات رهيبه احنا في غنى عنها، مش عايزين السعرات دي، بالعكس كمان انها بتضر صحتنا، مش حاجه مفيده. اللي يتعود على المشوي هيحبه جدا، الواناتها جميله قوي. المسقعه دي بقى فعلا بتفرق، شكلها وريحتها وكل حاجه، واختلاف شويه عن اللي احنا متعودين عليه، ومفايدتها عاليه جدا. اهو نحط الطبقه اللي بعدها، نعمل حوالي 3 طبقات بالشكل ده. نحط بقى مره كمان، نطفي بس هنا
اهو ونكمل بحيث ان كل واحد يقدر ياخد له بقى كده ايه برج منهم، تبقى لذيذة جدا. وتكة الجبنة الموتزاريلا برضو هتدي اضافة حلوة. اهو واخر بقى طبعا احنا مش هنسيب ده، يعني نحط بقى كده برضو في الاطراف في النص كده علشان ايه تبقى غنية كده. معانا ازهار، يا ازهار الو ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شيف؟ ازيك اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طيبه بحبك قوي. الله يخليك. طيبه انا بحبك قوي وبحب البرنامج كمان. تسلمي لي على طول. تسلمي لي يا حبيبتي. قولي لي عندك اي سؤال؟ عندي سؤالين بس. اتفضلي. انا عايزه اعرف طريقه بلح الشاف وطريقه الزبادي. طريقه الزبادي صح، ده احنا ما قلناهاش. شكرا شكرا. حاضر. الزبادي احنا بنجيب اللبن، احسن حاجه اللبن اللي هو بصراحه بيعمل مفعول احسن من اللبن المعلبات، اللبن الطازه. بنغليه غلوه على النار بيغلي، وبعدين بنستنى بعد ما بيغلي خلاص بنستنى عليه يهدى خالص يبقى ايه دافي مش سخن، ونروح مقلبين فيه علبه زبادي. الكيلو بحط بصراحه علبتين زبادي على الكيلو، في ناس بيحطوا علبه واحده. علبتين زبادي ايه بقى يكونوا يا ريت بلدي بس، ونروح صبينه بقى في القوالب اللي احنا عايزين نصبها، كوبايات اي حاجه زي ما تحبوا، وبسيبه بقى متغطي في الفرن على الاقل 8 ساعات بس، وبعدين يخش التلاجة وبعدين نقدر ايه ناكل منه. واحنا عملنا حلقة عن كل الحاجات اللي هي البيتي، الزبادي واللبنة والماسكربونة كل الحاجات اللي هي ايه الجبنة والكلام ده كله ازاي نعمله في البيت، فاتفرجوا على الحلقة دي برضو عشان تشوفوها عملي قدامكم. ده كده جاهز يخش الفرن. انا بس عايزة اشوف الكفتة، نبعد كده شوية اهي، هطلعها بقى من الفرن. دي كده خلاص، دي هنعمل لها الفحمه بقى دلوقتي. اتمنى البشبوري ايوه يكون هنا. ناخد دي بقى وندخلها الفرن مكانها، والكفته الصغيره نحطها فوق اهي. شايفينها؟ هيبان من هنا ولا الف الناحيه التانية؟ اهو افتح لكم. دي بقيه اللي هي اللي احنا عملناها دلوقتي بس كده. طيب دخلنا ده الفرن، نعمل ده بقى نعمله الفحمة حالا. احنا معانا البشبوري اهو، الفحمة اهي. نجيب بقى ضروري نجيب فويل اهو عشان نغطي بيه، كل حاجة تبقى جاهزة معانا. وبعدين نشغلها بقى كده. طريقه بلح الشام برضو طلبت مني دلوقتي، يا ريت يا ولاء لو ننزل بس الوصفه عشان اعرف اقولها، ولا اقولها لكم انا سريعا. احنا بنحط كوبايه ميه على النار، هي مش شغاله ليه؟ نحط كوبايه ميه على النار. دي خلص منها الغاز دي ولا ايه؟ مش عايزه. لا خلصت، هي خلصت. طب حسن بعد اذنك انا عايزه بشبوري تاني. لا مش ولع بشبوري، عايزه بشبوري تاني. طريقه بلح الشام، بنعمل بلح الشام ازاي؟ بتحطي كوبايه ميه على النار وعليه نص كوبايه زبده وبتسيبيهم يغلوا، وبعدين بتحطي عليه كوبايه ونص من الدقيق وبتقلبي لغايه ما تلاقيها عملت عجينه معاكي. بعد كده بتحطيها في بوله وتخلطي اربع بيضات واحده ورا الثانيه، واحده تتقلب فيها كويس تروحي مدخله اللي بعدها لغايه ما تخلصي الاربع بيضات، وتحطي الفانيليا
وبعدين تحطيه في كيس حلواني وتروحي ايه ضغطاه بقى في الزيت. ده بيطلع لك بلح شام هش جدا وحلو قوي، بينفش كده وجميل، طعمه هش قوي. مهم بس ان الزيت يكون درجة حرارته مش عالية، بس ده مهم اهم حاجة. بس طيب احنا بقى نبتدي نجهز الطبق. نولع بقى نجرب كده. ايوه اهو. خلاص ماشي، هي ولعت، هي بتطلع اهو دخان فظيع اصلا. نحط بقى شويه الزيت نقطه. اتمنى دي ما كنتش انا ولعتها. لا بس اهو. ونروح بقى مغطيه من كل ناحيه عشان ما نطلعش. وطعمها ايه؟ كفته حياتي بيتي، دي كفته حياتي بيتي. طبعا احنا يعني يا ستات بيوت مش هنعرفها، نعرف نعملها زي الشيفات اللي بيعملوا كفته الحاتي بره، احلى طبعا عشان بيتي. ونصبع براحتنا بقى وبمزاجنا، مش لازم نقعد نعمل بالطريقه بتاعتهم دي، طريقتنا الحلوه كده صح. احنا برضو نعرف نطلع حاجات حلوه. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اخر وصفه اللي هي السلطه ان شاء الله. نشوفكم بعد الفاصل. بيكم معايا من الفاصل، وانا يدوبك بس طلعت الكيكه اللي انا كنت عاملاها معاكم بقى، اللي هي نص الكميه انا كنت مضاعفاها، فدي الايه النص الكميه اللي انا عملتها معاكم. انتوا عايزين تضاعفوها ضاعفوها عشان تبقى اكبر. ودهنتها بالمربى زي ما عملتها معاكم، هي دي اسمر شويه من بتاعتي بس عشان زودت فيها القرفه، وانا بحط القرفه حطيت كتير، حطيت معلقه في بتاعتي بقى اللي هي اللي جهزتها قبل كده، لا القرفه فيها اقل شويه، فعادي يعني كل حد ايه حسب ما يحب بقى. في ناس ما بيحبوش القرفه قوي، فايه ما نزودش بقى، يبقى يا دوبك حاجه بسيطه قوي، وممكن من غير قرفه خالص للي عايز. بس كده دي كده جاهزه معانا، نحطها برضو هناك جنب اختها اهو. وعايزين بقى نقدم حاجتين. عايزه اطلع الاول ده، الوانهم بقت جميله خالص اهو. نطلع مبدئيا ده الكفته اللي انا كنت برضو، بصوا ما نرميش حاجه، كل حاجه نعمل بيها حاجه، كل حاجه لازم نلاقي لها حل. هتلاقوا لو فكرتوا بس هتلاقوا دايما لكل حاجه متبقيه عندكم حاجه تقدروا ايه تعملوها، تعملوا منها حاجه تانية. ويتقدموا برضو، ينفع جدا يتقدموا كده، حتى لو كان بقى منكم اللحمة ومش عايزين تعملوها يوم هحطوها في التلاجة، وتاني يوم كأنها وصفة جديدة خالص تتعمل. ولو اتبقى بقى منكم ده تاني تعملوا ايه؟ تروحوا واخدينه عاملين له صلصة حمراء، عاملين له اي حاجة، هتلاقوا اي صوص يعني، هتلاقوا ايه تحولت لوصفة تالتة. كله بينفع. الرز الابيض ده شوفوا احنا عملنا منه كام وصفه، يعني كام وصفه بشكل رهيب، يعني الواحد يقدر يقلبه لاي وصفه، وصفه رز بنكهه مختلفه. طيب نحط بس كده اي حركه حواليه بس كده برضه عشان نكسر اللون بس. ودي نقدمها هناك برضو اهو، نحطها هنا. نطلع بقى اللي في الفرن، بس عايزه افضي مكان، انا دي مش عايزه انزل، بلاش اخف لحسن لو نزلت عليها دي ولا تستحمل. انتوا ايه رايكم لو نزلت عليها بايركس دي تستحمل ولا تستحمل؟ ماشي. نطلع بقى اهي، بصوا شكلها خطير جدا.
حلوة جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، رب ما حد مفيش حاجة تطق. ونقدم ايه كمان بقى؟ طبعا دي هننزل عليها برضو حاجة كده، حركات كده سقعة بقى، حاجة خضرة برضو كده. سقعة بجد لازم تجربوها، جميلة جدا. ومعلقة العسل دي التكة على فكرة، ها دي مهمة جدا ما تستهونوش. ونحط بقى كمان دلوقتي كفتة الحاتي البيتي البيتي، ستات البيوت. فكرة الوصفة دي كانت مرة على ما اتذكر كانت من جروب، من الجروب عندي، جروب محب الشيف سالي، كان حد نزلها قبل كده وعملتها في حلقة وقلت الاسم، بس انا دلوقتي للأسف مش فاكرة الاسم. بشكرها جدا 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 على الوصفة وعلى الطريقة، بس هي كانت طريقة مختلفة سنة، انا غيرت فيها شوية. انا فاكرة هي كانت على شبكة، ما كانتش كده، مش بتتقدم كده، كانت على شبكة، انا قدمتها بقى كده، ما حطيتهاش على شبكة. بس ونعمل بقى مع بعض السلطة. سريعا هنعمل السلطة سريعا اهو. احنا معانا للسلطة، السلطة دي من السلطات الجميلة قوي قوي قوي، اللي هي سلطة الجرجير اللي بالمشروم. احنا طبعا المفروض بنبقى شايلين منازعين المفاجآت. طيب المهم يعني بنقطعه على قد ما نقدر ناكله الجرجير خلاص، ونحطه من تحت. معانا بقى ايه؟ معانا مشروم طازه، ده اساس الوصفه دي، اساس الوصفه دي المشروم الطازه، جميل جدا. والجبنه البارميجان احنا ينفع نبدلها، ممكن نحط الريكفور او ممكن نحط الاثنين. وبيتحط العين الجمل، وهنكسر بالشيريتون، هنحطهم كلهم بقى. السلطه دي جميله قوي يا مدام احلام، جربيها برضو، عشان ايه؟ هي نباتي خالص وبروتين اهو، اللي هو المشروم حضرتك بتحبيه قوي فلازم تجربيه. يا رب تكوني سامعيني. نكسر اللون اهو، وهنحط العين الجمل، وهنعمل بقى دريسنج دلوقتي على طول. العلم كل المكسرات في السلطه رهيبه، حلوه جدا، بتفرق كده، بتدي تكة تانية خالص، وزيوتها كمان طبيعية وحلوة كده وجميلة. أنا بقى في بقى زي ما بقول الجبنة اللي هي البارميجان، أو نحط جبنة رومي بس قليل قوي، اللي هي اللي مش قديمة قوي، أو نحط جبنة ريكفور، حسب كل واحد بيحب إيه خلاص. بس حتة صغيرة الريكفور ده دسمه رهيب، يعني عامل زي حته الزبده كده من كتر الدسم اللي فيه، فنخلي بالنا ما نكترش منه قوي. خلاص هقول لكم بقى الدريسنج اللي معانا عباره عن ايه. اساسه خل البلسمي، اللي هو خل العنب، بيتباع في السوبر ماركت في قسم الخل، هتلاقوه في قسم الخل او الصوصات، بيبقى دايما مع خل التفاح وكده، هتلاقوه ان شاء الله. ده حاجة. ومعانا هيبقى فيه بقى، هقول لكم لحظة واحدة عشان اجهز بس دي ونعمل فيها. نحط، لا يا ولاء لا خل البلسمي ده خل عنب. هنحط معانا زيت الزيتون، هنحط تقريبا معلقتين كبار من زيت الزيتون خلاص، ومعانا خل البلسمي حوالي معلقتين كبار برضو، دول قد دول، معلقة صغيرة من العسل، وإضافة بقى معلقة صغيرة من المستردة، بتدي تكة تانية حلوة.
وملح وفلفل اهو، ملح وفلفل بس كده. وده بقى نصيحة ما تقدموش على السلطة، نصيحة ده يتقدم جنبه. انت زود زيت الزيتون سن شوية عشان ايه؟ بصوا بقى، انا شفت هنا حاجة لمحتها، ايوة هي دي، هي دي لقيتها. نحط فيها بقى ال كده، يتقدم جنبها. عسل قوي اللي فيها عادي، شفتها من يومين قلت خديكي عندك حلقة هحتاجك اكيد. تعالي بقى معايا، نلاقي لك مكان حالا. طب نحط ده هنا لحظة واحدة. حاضر حاضر حاضر، لحظة واحدة نوسع كده، نحط دي هنا، دي لورا، ونحط السلطة. السلطة لازم تبقى في النص كده، ودي قدامها بقى عشان تبين. بتمنى يا رب الوصفات تكون عجبتكم. عملنا ايه بسرعة جدا؟ عملنا كفتة الحياتي البيتي لستات البيوت، وطعمها حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. عملنا ايه كمان؟ عملنا المسقعة اللي هي الطبقات، وعملنا مع بعض كيكة التمر، ودهناها بالمربى. وبس بقية الكفتة عملنا منها كفتة الكور. بتمنى يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وان شاء الله الإعادة 8:30 الصبح. اشوفكم بكرة على خير، وصفات جديدة ان شاء الله. باي باي. Thank you.